يا عمي قلنا 100,000 مرة 100,000 مرة ما حدش يتهرب على زفت اليونان، ما حدش يتهرب يا عمي. إذا لا تصدقوهم مش يا زلمة، إذا ما تصدقوش المهربين. المهرب مش شايفك غير 1500 يورو بس قدامه، ما بيشوفك إنسان، ما بيشوفك إنسان بشري، ما بيعرف إنه عندك أهل وأولاد ومرة وأخ وأخت وإخوة وخوات وبنات وأولاد وقرايب وناس قلبهم عليك. إذا ليش بتصدقهم يا زلمة؟ هاي البحر قدامك، هاي البحر قدامك، أنت شايفه هسه هو هادي وأمور شطر وحلو. بقول لك المهرب الكذاب النصاب كلهم كلهم بلا استثناء. بقول لك اركب البلم من هون 20 دقيقة، هيها اليونان، هيها هيها اليونان، قاعد عند الضواو هيك الضاوية. إذا ما تصدقوا يا زلمة هذا البحر غدار، وإذا ما ببلع سفن حربية قاعد. قبل 3-4 أيام سفينة حربية روسية ماشية في البوسفور جنحت جنحت. بعدين أنت ما بتقرأ الأحوال الجوية، ما بتطلع على الأخبار يا زلمة. يعني بنقول لك في منخفض قطبي، منخفض قطبي، درجات الحرارة هسه هون في اسطنبول درجات الحرارة 4 و5. إدارة المواصلات البحرية التركية أجلت رحلات السفن البحرية بين المقاطعات التركية في داخل اسطنبول نفسها مشان موضوع العاصفة القطبية اللي جاي. وانت في هذا الجو، في هذا الجو بتروح بتركب البلم وبتروح بتتهرب، بتروح تتهرب. وين مخك يا زلمة انت؟ وين مخك؟ صاحي انت؟ بيكسبوا عليك يا زلمة، بقول لك اركب 20 دقيقة بتكون في أرض الأحلام، في الجزر اليونانية اللي راح تفتح لك بعد هيك يعني الجنة الموعودة. وانت بس توصل الجزر اليونانية بتكتشف انه أماكن احتجاز اللاجئين لا تليق حتى بالحيوانات، ولا كزريبة أشرف منها يا زلمة. ليش بتصدقهم؟ يا عم شو نساوي عشان تصدقونا؟ زمشان الله، زمشان الأنبياء، زمشان الرسول صلى الله عليه وسلم، مشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشان النبي عيسى عليه السلام. إذا شو يعني نحلف على شباك النبي نجيب خبزة عشان نحلف عليه شمس مشان تصدقونا؟ ليش معتبرني عدوك لما بنصحك يا زلمة؟ يا زلمة أقول لك مش عشان وجهك يا زلمة، يا زلمة عشان أبوك وأمك، عشان أخوتك وخواتك، عشان مرتك وأولادك، عشان حبايبك يا زلمة. يا زلمة اسمعني ولو مرة يا رجل، اسمعني، اسمع كل واحد بحبك يا زلمة. تروحش على الهبل، تروحش، بضحكوا عليك. أرض الأحلام الموعودة هذه اللي بعد 20 دقيقة من هون وهم، وهم قسما بالله وهم. يا زلمة أنا معاك، أنا معاك، أنا واحد من الناس اللي طلعوا بس طلعت بعقل، ما طلعت هيك بهبل. انا معاك، وضعنا الاقتصادي والسياسي مضروب في الارض يا زلمه، تحت الصفر، تحت الخط الفقر. انا عارف، وانا زيك، انا مش زلمه عندي هون شركه هولدنج قابضه، بركب اودي كيو 7 وبشوط فيها في اسطنبول. انا زيك، لكن انا بنصح، قاعد بقول له اولاد الوارمه في غزه، مافيا غزه وفي غيرها من المافيات اللي موجوده في الوطن العربي كلياته، اللي كان سبب في طلوعك مشان تركب هذا البحر، هم اكثر الناس سعاده في اللي انت بتعمله، اكثر الناس السعادة لما البحر ببلعك. بتعرف من بداية سنة 2020 كم واحد صار ميت في البحر؟ كم واحد صار بالعه؟ 39 جثة لقوها و27 ثانيين لسه مش لقين جثاتهم، مفقودين. يعني بحسبة بسيطة في 12 يوم البحر أكل 3 انفار كل يوم، افطور غدا عشاء يا زلمة قاعدين من طعم البحر. وأكثر الناس مبسوطين على الكلام هذا هم أولاد الوارمة، هي المافيات اللي حولتنا إلى شباب تائه يبحث عن أي أمل في الحياة في هذا العالم. هم اللي مسؤولين على الكلام هذا، هم أكثر الناس في جروباتهم الخاصة على الواتساب والفيسبوك بكونوا مبسوطين في انك انت كنت ضحية، رجعت منفوخ وزنك 500 كيلو من شرب المية بعد ما اكلك السمك، ورجعك بدون ذان ولا بدون عين، ولا اهلك ما يعرفوش يتعرف حتى على جثتك يا زلمة. لشو بدك توصل اليونان؟ لشو بدك توصلها؟ مشان بلجيكا 62% نسبة رفض طلبات الفلسطينيين المقدمة الى ادارة اللجوء في بلجيكا في سنة 2019، 62%. ولك قاعدين بيقولوا لنا روحوا، ولك اوروبا قاعدة الناس بتشرد منها. انا قابلت هون سويديين، المان، سويسريين سايبين بلادهم وجايين يعيشوا في تركيا. انت في مخك يا زلمة، في مخك البلاد هذه قاعدة بتروح اللي عندها. ألمانيا ولا بلجيكا بالنسبة للجوء الآن بح سكرت. شوف الصور في التعليقات، الناس امبارح نايمة في محطة القطارات في بروكسل يا رجل. 62% نسبة رفض. الله ما خلقش بس أوروبا، 198 دولة في العالم ما فيش منها تعرفش إلا بلجيكا يا رجل. 62% رفضوا، هذه أحسن دولة باللجوء بالنسبة للفلسطيني الغزاوي، أحسن دولة. تقرير أحد المجالس البلجيكية اللي بمثابة محكمة في تقريره الأخير في سنة 2019 في شهر 12 نزل التقرير، بقول الوضع الأمني في سيناء كويس، والفلسطينيين اللي تبعون غزة ما في عندهم أي اضطهاد، بيعانون من حكومة أولاد الوار، بالتالي ما في أي مبرر لمنحهم طلبات اللجوء. بتقرأ أنت؟ بتقرأ يا زلمة؟ كيف طالع أنت؟ كيف طالع بدون ما تقرأ، بدون ما تعرف، بدون ما تشوف القوانين، بدون ما تعرف كل الدنيا يا زلمة اللي بتصنق غاز؟ يا عم اصحى، يا عم اصحى مشان الله تصحى، بكفيك يا زلمة الوهم اللي أنت عايش فيه. تنسى فكرة ال 950 يورو فيلا بتأجروا لك إياها، وبيستنوك البنات البلجيكيات الشقراوات ولا البنات الأوروبيات الشقراوات مشان سواد عيونها. هذا وهم بس موجود في مخك، مش موجود على أرض الواقع، ما في له أي قيمة، ما في له أي حقيقة يا رجل. اطلع من الوهم هذا، بلاد الله واسع
راسها يا زلمة. لا تخليهم يضلوا يهوموك في الوهم هذا، الوهم اللي اسمه أوروبا. طالع بدون خطة ولا فاهم راسك من رجليك، ولا معك لغة ولا مؤهلات ولا شهادات، ولا بتعرف أي شيء عن البلد اللي أنت رايح عليها، ومكلف أهلك وأولادك وبناتك مسؤولية وجودك في دول أنت مش عارف ليش رايح عليها أساساً، ولا عندك أي خطة لأنك طالع عليها، محملهم ديون ومخلي وجههم صغير قدام الناس يدينولك عشان يوصلوا للمسواش مشان تشوف النهاية، عشان تطلع على وهم هذا. إذا عديت البحر هذا اللي قدامنا وصلت على اليونان وطلعت من اليونان بسلام جوز شبيه، ولا القارب بتهرب على إيطاليا ولا في أي سخان بين، عرفت تطلع. هذا إذا عرفت تطلع راح تواجه في النهاية الخازوق الكبير، طلب رفض نهائي خليك في النهاية تنام في داخل الحدائق العامة وفي الكنائس وفي أماكن الهوملس المشردين، ولك فرتح مخك، ولك البلاد هذه أولادها الأصليين اللي بلاشك الأصليين يا رجل، أولاد بني ألمان الأصليين اللي معهم باسبورات ألمانية وعناهم خضرة وزرقة وبشرتهم شقرة، هوملس نايمين في الشوارع، بالشوارع ما عندهم مش بيوت. أنت كيف رايح بدون خطة؟ كيف رايح بدون ما يكون في عندك رواية حقيقية تقنع فيها إدارة اللجوء مشان يقولوا لك تفضل تعال على بلادنا كعنصر منتج في هذه البلاد، مش مجرد حشرة عالة بتستنى المساعدات تبعت السوشيال آخر كل شهر. تجيش تكتب لي في التعليقات شو الحل، شو البديل يا بصبة؟ ما تسألني شو البديل، هذه حياتك أنت اللي بدك تقرر يا زلمة شو البديل، مش أنا اللي بدي أقرر لك، كمان بدك حدا يقرر عنك شو حياتك؟ في هذا الوقت اللي أنا بسجل فيه الفيديو في شباب فلسطينيين طلعوا على 4 قارات في العالم مش من ضمنهم قارة أوروبا، شباب موجودين الآن دولة اسمها غينيا بيساو. افتح جوجل وشوف وين هذه الدولة، دولة أفريقية راحوا غادي يستثمروا في 28 هكتار 280 دولم في زراعة الأفوكادو للتصدير إلى برا هذه الدولة. افتح على جوجل وشوف وين غينيا بيساو. شباب فلسطينيين ثانيين موجودين في الإكوادور بيستعدوا لافتتاح مطعمهم الثالث في العاصمة الآن، وأنا بكلمك كنت أول امبارح بودع شاب فلسطيني مرايح معاه 2 على أندونيسيا مشان يطلعوا من أندونيسيا على كمبوديا. افتح وشوف وين كمبوديا يا زلمة واقرأ عن تاريخها، رايحين غادي يفتتحوا مطعم في كمبوديا. وبرضه وأنا بسجل لك الفيديو هذا في شاب فلسطيني مر عليه الآن 4 شهور على افتتاح مصنعه، مصنع لإنتاج البرابيش تبعت الكهرباء. وين؟ في السودان اللي على مؤشر التنمية تبع العالم قبل أريتريا وموزمبيق بشحطتين بس، رايح غادي بحقق دخل شهري صافي أرباح حدود الـ2000 دولار. أنت ليش طالع عشان تدفع 10,000 يورو مشان توصل على أرض الأحلام والوهم الموعود، في النهاية تأخذ رفض، يا ريت تأخذ قبول، تأخذ رفض بالبنط العريض. تقول ليش شو البديل وشو الحل؟ هذول الشباب لما فكروا وقرروا واستعانوا بربنا أولا وأخيرا ثم بخبرتهم وبسؤال الناس وبالإنترنت قرروا يبنوا مستقبلهم. أنت شو قاعد بسوي في بلادك؟ اطلع شوف الناس، غيروا الوجوه يا زلمة. بيجي هون الواحد منكم على تركيا بتجيب له شغلانة بـ2000 ليرة بدفع منها أجار 500 ليرة في سكن شبابي مش عاجبه الـ1500 ليرة، ولكن أنت بقيتش محصل 150 ليرة في بلدك. أنت شو بدك أكثر من إنك تأكل وتشرب وتأمن سكن الحد الأدنى من متطلباتها عشان بعديك تصبر وتطلع عشان بعديك تنول اللي بدك إياه وتحقق مرادك وأحلامك وأهدافك. صار لي 3 سنوات هون في تركيا، ما بقول لك مرت علي سنوات وردية، ولا كانت الدنيا بتستناني وفتحالي ذراعاتها بتقولي تفضل، قسما بالله أول سنة ونص أسود من فحم كانون كانت، لكن الحمد لله بعد توفيق ربنا وصبر عيلتي معي أم صبا وبناتي. ما بتكلم عن تجربة شخصية، بتكلم عن تجربة نماذج فلسطينية وعربية بالعشرات بالمئات هون عانوا نفس المعاناة اللي أنا عانيتها في أول سنة ونص، ثم استطاعوا بعد هيك إنه يبنوا حالهم، وهذا في دولة فيها فرص استثمارية وشغل مليانة خير الله زي تركيا. اطلع شوف يا رجل، بتكاش تركيا بلاش، شوف أفريقيا، شوف أمريكا الجنوبية. نزلت قبل كم من يوم بوست عن كوستاريكا يا رجل، روح شوف البلاد هذه، دول شرق آسيا، كمبوديا ولاوس. في شاب فلسطيني الآن موجود في قطر بحضر إنه يفتتح مطعم في لاوس، سامع فيها الدولة هذه لاوس، اكتب على جوجل لاوس مشان تعرف وين هذه موجودة. شوف الناس هذه كيف تشتغل وكيف تطلع، شوف كيف إنهم 3 شباب فلسطينيين بيحوشوا مع بعض مصاري التهريب اللي تقدر بـ6-7,000 يورو، يعني بيكون معهم 20,000 دولار، بيطلعوا بيفتحوا مصلحة في أي دولة من دول العالم وبأكلوا وبشربوا وبترزقوا وبيبعتوا لأهاليهم فلوس وبتجوزوا وبيخلفوا وبيعيشوا حياة كريمة أحسن من الحياة اللي مستنياك هون، مستنياك في الوهم اللي اسمه أوروبا، الوهم اللي اسمه اليونان. والواحد قسما بالله ما هو عارف في هذا الجو، يدعي على مين بالضبط؟ يدعي على المهربين النصابين الكذابين الحرامية تجار البشر، لعنة الله عليهم جميعا بلا استثناء. عارف إذا بشوفك في التعليقات بتكتب ولا بتنصح حدا في مهرب بتقول عنه ابن حلال بدي تخليش أوسخ في الحكي، كلهم أولاد حرام بلا استثناء من كل الجنسيات العربية بلا استثناء، كانوا عرب ولا كانوا أجانب، كلهم أولاد حرام مش شايفينك غير 1500 يورو قدامهم ما بيعنيهم في النهاية غير أنك تروح، بالعكس هذا موسمهم. بقولك تفضل شوف هاي البحر هذه وفي شيء مشكلة، اركب البلام الخشبي واطلع، ولا المطاطي ولا البلون هذا اللي بنفخولك إياه بالشكل بقولك اطلع فيه، وهذا عشان في النهاية تموت
وما حدا يجي يطالبهم في المسار اللي مأمنة عند المكاتب اللي بتشتغل معاهم. بيطلع في البلم 26 25 واحد بولادهم وبنسوانهم، وهو لا يتسع الا لثمان اشخاص، برموكم في البحر بياخذوا مصاريكم عشان ما حدا فعل بعد هيك يطالب بالمصاري. هذه فرصتهم، هذا موسمهم عشان تموتوا في داخل البحر، القبر الابيض المتوسط. وكلاشياتك المحمضه لما بتقول بدي اركب البحر، ركوب البحر والموت بشجاعه وبنيل شرف، المحاوله افضل من الموت. فانا مجرد بس يهبل، بس يهبيله. سيبك من كلام الروايات، كلام الانشائي هذا ما بطعم خبز، ما بتقدر تصبر فيه ابوك ولا امك اللي مفجوع قلبهم عليك هسه لانك متت، ما بتقدر تصبر فيه حبايبك، مراتك وبناتك واولادك اللي صاروا ايتام من بعدك وتمرت مرتك لاجل الوهم، لاجل لا شيء. هذه الكلاشيهات الروائيه ما بتزبط في عالم الحقيقه، وهذا انتحار عقلا وشرعا. عجبك ولا ما عجبك، برضاك ولا غصب عنك، هذا انتحار، لانك بترمي حالك للموت في حين فرص ثانيه متاحه لك في عشرات بالمئات الدول اللي موجوده في العالم. هذه رسالتي، بعذر فيها نفسي امام الله وامام كل اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا خال ولا خاله ولا عم ولا عمه بيساعد حدا مشان يركب البحر ويوديه الى المجهول، الى الموت المحقق برجليه. هذه خطيه، هذا الفيديو خطيه في رقبه كل واحد بيسمعه، ما بيوصله لكل واحد فكر انه اوروبا بتستناه والجنه والوهم الموعود بيستناه. هذا خطيه، الفيديو في رقبه كل واحد بيعرف عن واحد بتهرب موجود هون في تركيا ولا لسه بده يطلع من بلده، ما يوصله اياه ويقول له عن الوهم ويقول له فتح مخك وشغل الطنجره اللي موجوده بين كتافك يا زلمه، وشوف 198 دوله ثانيه في العالم، شوف فيها واطلب رزقك، وسعى في مناكب الارض مشان تحقق رزقك. رزقك مش موجود بس في بلجيكا ولا المانيا ولا السويد ولا هولندا، موجود في كل العالم. ويا رب ما تفجعنا في اي واحد لسه ضايل عنده ذره عقل بفكر يركب الموت لاجل ولا شيء. شير يا جماعه الخير لهذا الفيديو، شير طنيب على ولاياك، اماني برقبتكم، شير للفيديو ونشره على اكبر نطاق مشان الناس تعرف الحقيقه ويبطلوا يفجعونا كل يوم في الجثث اللي بتيجي على الشط هون وما بنعرف حتى ملامح اصحابها. يعطيكم العافيه.